إلى شأن آخر، حيث أشاد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لحماية أمن اليمن والأمة العربية جمعاء والذود عن كرامتها. وهنأ معالي باسم الشعب العربي الكبير قادة وجنود قوات التحالف العربي في اليمن بحلول عيد الأضحى المبارك، مثنيا على الدور العظيم لهذه القوات التي تسهر من أجل حماية الشرعية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين ومحاربة الإرهاب وإعادة الإعمار اليمن في هذه الأيام المباركة، مشيدا بدعم أهالي وذوي هذه القوات لهم ومساندتهم لأبنائهم في تلبية نداء الواجب القومي العربي. وجدد دعم الشعب العربي الكبير لعملية إعادة الأمل في اليمن والتضحيات الجسام التي تقدمها قوات التحالف في دعم اليمن وحماية الأمن القومي العربي.